Gel al buraya seni. يا زلمه بس هيك الاغراض شبه يلا اعمل لي بك يا اخي شو بدك بالاغراض اهم شيء انه سوال الحجار عم يهجروا العالم اخي عم يطالعونا دفعه ورا دفعه بدهم يفضوا الوعر بدهم يفوت النظام يقعد فيها بس في شباب بالوعر قسما بالله بتاكل الحجر ونحن بنقول لبشار الاسد لا يلف ولا يدور الوعر الشباب اللي ظلوا ما نطالعين منه وشو هذا ابني الله يخليك يا شو يعني شو ميت ليك وطلع عم يهجروا العالم لا اكل ولا شرب صار لنا 6 شهور قسما بالله ابري تضرب فيا ولد ما في الابري عم يضربها فيا 10 و20 و25 عرفت علي شلون اخيو هلا نحن طلعنا من الوعر بس اقسم بالله العظيم اذا في شباب هون لنرجع نرجع ما بس على الوعر على سيدي خالد باذن رب العالمين